مبهربا على ومبر حكم سباحه بريميرو اللي قطع قوده بريميرو تقولوا مالي على ومبر حكم سباحه بريميرو اللي قطع قوده بريميرو تقولوا مالي على ومبر ومال ما هبه على ومبر بلا يا صباح الخير يا عم شوتر يا صباح الخير يا عم زنبقه مالك فجعتنا صباح الخير بس خلاص صباح الخير والمعافيه حي الله مبروك كيف حالك يا مبروك اسمه مبروك يا yeah. نصيحتي اول ما يجي لك مولوده سميه الف 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 صح عشان يصيح لك الناس 700 مبروك عبدي زنبك عبد اسمك وانا لاجل هذا الموضوع جيتك يا عم شوتر واملي فيك بعد الله كبير ما قصدك يا عم شوتر انا يشرفني ويعزني اننا اطلب يد بنتك المصونة شفيقة يلا للي يلا للي للي يلا للي للي على كتاب الله وسنة رسوله فقط مخناكك تذكر اسم بنتي على لسانك يا قليل الحياة قسما بالله لك كسر راسك ما وش عندنا بنات من زواج يلا يلا يا عم شوتر انا ما غلطت انا جيتك من الباب ما جيتكش من الطاقة بيوتنا اوششو لا فيها باب ولا فيها طاقة ثانيا انا ممكن مستحيل ازواج بنتي انا واحد مثلك سفيه والشعر حتى كده شعر مسلسل شعر هندي يلا يلا يا عم شوتر يا منعه يلا الله يحفظك يا عم يلا يا عم شوتر يلا برا الله يقلعك ريحي ماذا بسفيه ذي والله لا حرام عليك ذي انسى محترم ما شاء الله متعلم ذا ومدرس لذمتي ذي تلقف ذي ولو شعرها مخرب مثل طرف أمك إنك تزوجه والله إنك تزوجه مسكين ذا قسما برب كعبه زنبقة نصيحة نصيحة مني أحسن ما تجيش بنتك هنا كانت مع الأنفاس بنتك في الشيكة ذي ما تقولش كذا على شفيقة بنتي وبعدين لما زوجها زوجها واحد يصونها ويأكلها لقمة عيش بتسأل الناس من حياة ذي مزوجها على مدرس قاوع ما عصوميك فيش حاجة ما هبله ذي السمن يروح للمدرسة يتصدق عليه شوتر yeah. ذكرتني بالمدرسة شيخ طفح قال لي نضري كلنا نحضر للمدرسة مدرسة يا دكتور تتوقع يا دكتور انه الدكتور نوري بيرضي يوافق انه يجي يشتغل معنا هنا في العيادة انت برايك انا بالنسبة لي يعني ما استبعد انه بيوافق انه يجي يشتغل معنا استبعد من انت عشان تستبعد درد رأي يا دكتور من انت استبعد يا استبعد يا دكتور والله استبعدك انت وهو قال استبعد تعرف لو ما جيش هنا قنع على نفسه قنع على نفسه والله بيلي يطرده ابوه من داخل القرية انا اللي تشفقت له وكذا نخلص منه استبعد دكتور ممكن اسألك سؤال ثاني انت قرب قرداحي هنا سؤال بس يا دكتور يلا اخر سؤال دكتور لما كنت تدرس انت والدكتور نوري داخل مصر منو منكم كان فوق على الثاني انت ولا هو منو مننا يعني عارف مش داري مش داري منو مننا انا كنت اللي متفوق عليه كنت اذكى طالب هناك بالجامعه في مصر كلها طبعا انا كنت اشطر واحد هناك في مصر كنت اجي الاول لو قلت الاول اجي الثاني وافرض مثلا يعني ان انا ما قلتش الثاني اجي الثالث هنا طبعا ذا نوري ذا كان افشل طالب هناك كان مش حق تعليم نوري ذا كنت انا ادي له الملازم حتى المصاريف كنت ادي له يروح نقت بها الم رقاصات هناك كان حق سهر كان حق لعب تخيل كان واصل يروح هناك ذي 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 كبريهم مردن بيضة ذي وانت ما درى ما دخلك انت هو اللي كان يروح هناك لان الكبري ذي في بنات ما شاء الله عليهن ما شاء الله عليهن والله يهبتلين والله يعني تخيل هناك يعني في اجانب عرب شرقيات غربيات يعني هناك كل الحضارات تقدم في كبريه المرضى البيضاء يعني تسهر سهر على كيفك ذا نوري هو اللي كان هناك يسهر وانا تقول له اب يا نوري احنا جينا هنا نتعلم جينا هنا يا نوري نتعلم جينا هنا يا نوري ما جيناش نلعب جينا هنا يا نوري نتعلم جينا نكافح ذي ارواح ناس مش لعبه اليوم تقش بالورق بكره ايش بتعمل قدام الامراض يا نوري اب يمكنها رقص ولعب وسهر وشرب يعني ايش ذا كنت اقول له نوري تقل له بطل التعالي بطل التعالي على الناس عيب يا نوري في ارواح ناس ويمكنها باختصار يعني سهر وشرب ورقص وحشيش ايوه حشيش بس تاب طبعا نوري تاب وتاب الله عليه
ولا اللي يتوب الله عليه. كم حاجة نوري؟ بغض النظر عن المقدمة الطويلة الأريضة اللي قلتها أنا قبل قليل، وخلي الزمن بعدين يكشف من فحنا الفاشل، أنا قبلت إن أنا أجي أشتغل هنا عشان حاجة واحدة بس، عشان أضمن إنه أرواح أهل القرية تكون بعيدة عن خبرتك الطبية دكتور أوض. شوف دي أرواح ناس، زي ما قلت لك دي أرواح ناس مش لعبة. تفضل تفضل يا دكتور نوري، تفضل تفضل تفضل. شوف يا دكتور نوري، اسمع يا نوري، أنا شاهب لك 30% من دخل المعيادة، 30%، تحمد ربك وتحدث ربح، تمام؟ تمام؟ أنت عليك إيش؟ تستقبل أمراض، تعالج هون، وأنا علي بجانب الإداري، لأن شيخ بن شيخ، علي أم شيخة. وأنا إيش علي؟ شوف عليك، أنت ما دخلك، أنت عليك هنا تنتبه للي يدخل اللي يخرج، تساعده، تسجل الأمراض، تجيب الفلوس اللي عندي. تمام. كذا اتفقنا؟ وكذا يكون يا شيخ ما دخلك در. يا شيخ عوض يا نوري، المسؤول شو وصل بعد كليل، والشيخ طفاح مراعي لكم بالمدرسة. شفتم؟ يعني عطلتم عملنا. خلاص نحن نتحرك، احنا معانا مسؤوليات والشيخ طفاح منتظر. يلا تحركنا يلا. أهلين بالشيخ طفاح. يا مرحبا يا مرحبا، نورت والله. طبعا قد جهزت الطلاب كامل وحفظتهم نشيد بمناسبة قدوم المسؤول. طلاب يلا حبايب قلبي، يلا يلا، واحد اثنين سمعوا الشيخ طفاح، يلا واحد اثنين ثلاثة. بس بس ما هو ذا حسن تبلي جالي، يا الناس يا أهل القرية الباقية يا نون، يلا يلا روحون، يلا روحوا روحوا. اوه شيخ طفاح، ده انا جبت لك يا لما هنا، ده مندوب حق المزرعه. اسمع، اليوم شئتي هنا مسؤول يزور حنفهم قريه، تسمع الا لا؟ وشاير جاي ابوك مدينه، شخليك تبقوا بها مدينه، لكن يمين بالله لا باس كذا ولا كذا بينا من دار عقبون، يمين ذا انا اقول لك، ما شاكون الا خليهون فاصلين لك من الوظيفه، تسمع الا لا؟ يلا اجلس اجلس. وأنا أوعدك يا شيخ أنه ما بتشوف وجهي مرة ثانية بهذه القرية أبداً. يلا جلس. وأنتم اسمعوا ما أقول لكم، اليوم شيتي لنا هنا مسؤول يزور عنا في المدرسة، تمام؟ وشياب لنا موافقة حق مجلس محلي وحق محافظة وحق وزارة وبنك دولي، تسمعون إلا لا؟ علشان مشروع المدرسة، تمام إلا لا؟ وأنا كذا انتبت وطالقت وجلست اجري من مكان لا مكان ومن اداره لا اداره ذات شهور، تسمعون الا لا؟ تمام. وكذا خسرت لا هناك لا هناك، لا غش تحاسب. المسؤول ذا رجال طيب، تعب ما احنا كثير وخسر، وانا شاب له حاجه عشان نتحاسب بها بعدين، تسمعون الا لا؟ بدأنا بكب ومخرب، أنا حاس ولا في لا مدرسة ولا شيء، تلعب من ألاعيب طفاح، إيش يتكرس ويترزق منها بس. بدأنا يفتني للموهام، صادق وشوطر، فتني فتني. وأنتم هنا جالسين لكم، وطفاح يخسر، طفاح يبوق، طفاح يدفع، طفاح يطالق، لمن ذا كله؟ للقرية، لمن هب ذا كله؟ للقرية كلها، تسمعون؟ بإحساس. آه شيخ. يلا بكون يأتون من بقية يا نون، يلا حركوا. بسم الله. السلام عليكم. يلا. عفوا يا شيخ على التأخير، عفوا يا شيخ. يا نك يا مبروك. يا شيخ أنا كنت عند عمي شوتر، رحت للمزرعة علشان أكلمه في موضوع. وشوتر أهم من أنك تأتي لهنا؟ بصراحة يا شيخ أنا رحت لعند عمي شوتر علشان أخطب بنته، لكن للأسف ما وافقش. ولا شو وافق؟ تنازيونا القرية تالها شيخ إلا لا؟ أيوة. ذاي ما في لا زواجة ولا موافقة، تسمع إلا لا؟ يلا يلا أجلس جلس نفسك. تبقى فارضي اتأخرنا كده ما يصحش يما. أنا مال أهلي ومال المدرسة ما تتأخر ولا حريقة تحرقك أنت وطفاح، ما قرقرني وراك ليه؟
اسكت ياما، الشجر ليها ودان. بقول لك الشيخ طفاح قال كل اللي في القريه يكونوا في المدرسه، بشر، بقر، حجر، شجر، زواحف، قوارز. ده حتى قال اللي مش هيجي يا ويله ياما طوط ليله. هنا مفيش سواد ياما، مطير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. في امبارك امك ها؟ في امبارك امك بعدك مثلا بهيمه مطلقه، اكيد تعالجها مثلا بكر اللي عندك، بيني وبينك عيونها مريضه وطويله، خزقها. المدرسه يا زنباقة. هو الشيخ طفاح ما بعتلكوش ولا ايه؟ لا لا لا، الدعوات وصلت من بحينه. يلا، بسم الله، على بركه الله. يلا 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 تأخرنا، يلا 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 تأخرنا. تأخرنا يلا. كيف حالك؟ أنا كويس الحمد لله. أنا كنت بس في موضوع شيء أكلم جمعة من شان يخصني ويخصك. موضوع يخصنا إحنا الاثنين؟ ياهي عشتي خطبك من جمعة، ما رأيك؟ يا أم هربة علامة مرضى مرفوعة بالضم الظاهرة على آخره تقديره خذني ماءك خذني ماءك أتك 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 باقص بعزاز يلا تحركوا بكم بعد ما سؤول شو صلح حين يلا تحركوا أنت ما معك هنا يلا قيس بينهم يلا 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 أنا جمعتكم اليوم لأن المسؤول سيوصل دحين تمام؟ وعشاكم تسمعونا بنفسكم وتتأكدون بنفسكم وتعرفوا ما هو اللي باقي عليكم تمام إلا لا؟ على أساس أن احنا نكمل المشروع. مشكورتي يا طفاح إن المشروع ده على حساب الدولة والبنك الدولي ما عاد باقي علينا بالله ما عاد باقي. بدينا يفتيني المسؤول شيتي وأنت ايش تسمع منا؟ بس الناس لازم يعرفوا ويستفسروا على كل شيء. لأن مشروع المدرسة يهم الناس كامل في القرية. ما شاء الله ما شاء الله. والله باقي لفتين ذا وابنه. يسألون يعرفون. فينكم؟ فينكم من زمان؟ لما الشيخ طفاح طفح وهو يقرب كل مكان لحد ما وصلنا للحظة التاريخية من تاريخ قريتنا العظيمة. تصفيق. يا ابني يا عوض أنا ناب الخير ونتفز به. ولا من العصافير ما زرعنا دخنو. بنتي زنباء يعني ايه دخنو؟ يعني كدرو. ويعني ايه كدرو؟ يعني كرو. شيخ ومسؤول لما يتكلم انت تسكت، احنا ما جيناش نفسر، احنا جينا نصفق. اي حاجه ما فهمتيها ان شاء الله في مخير شي يطلع مترجمه مثل اخر فيلم كري. داو مدير وصل. صفقوا 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 اصفق. اهلا وسهلا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ طفاح؟ حياك الله. كيف حالكم؟ بخير 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 بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم القريه نرحب بالاخ المسؤول. اهلا وسهلا فيك. والمسؤول اليوم مثل ما قلت لكم شيء يوضح لكم الامور كلها تمام الا لا، والرجال كتب معنا كثير. واليوم شيء يقابلكم البشاره حق المشروع. والحين شيء يكمل المشروع. تفضل يا مدير. تسلم يا شيخ طفاح. بصراحة الشيخ طفاح أول ما دعاني من أجل نتحرك اعتماد المدرسة تواصلنا مع جميع الجهات المختصة، وبعد جهد طويل الحمد لله حصلنا على الموافقة، لكن لن يتم تنفيذ المشروع إلا بعد استكمال جمع المساهمة المجتمعية. أنا شش أعرف ما هي المساهمة المجتمعية؟ 30% من تكلفة المشروع تعتبر مساهمة من المجتمع تدفعها أنتم الأهالي. صحيح، أنا سمعت أنه مشاريع البنك الدولي يدفع منها نسبة مساهمة مجتمعية، بس مش 30%. هذه الأوراق والوثائق توضح أن مساهمة المجتمع 30%، ولن يتم تنفيذ المشروع إلا بعد أن تجمع 30% إلى الشيخ طفاح بصفته شيخ القرية والرجل الذي سعى للمشروع. يا مدير، ما دام أهل القرية كلهم مجتمعين هنا، لما ما نخليهم شختارهم بنفسهم لجنة جنب طفاح تكون مسؤولة عن المشروع ده. صح، نشيل لجنة. لجنة يا فتيني. نشيل لجنة. لجنة. أطفال، خلوا نتحاكى. شيل لجنة يا فتيني، يعني ما انتش واثقوا بيني كذا لا. شوتر. يا شيخ. كلم سهران. يا مدير، فتيني ده والله العظيم انه فتنه. يا فتنه. يا فتني ذا فتنه. لا صدقوش ذا. ما تشافتني. ما تشافتني. ما الشيخ ماهر. امشي اختيب.
تعبوا قبل ان المسؤول له هنا اهل القرى كلهم يسملون يشوفون مسؤول ومشيخ طفح خسر وتعب وتأذب لما قابل انا مسؤول لما هنا ونساعده ما قبلكش ما تشافتني ما تشافتني ما تشافتني صفقون صفقون بعدنك يا شيخ تفضل يا ابني والله انا عندي مقترح لسكت اللقوف المريضه نعمل تصويت ما رايكم نعمل تصويت واللي يشتي المقترح حق تاني ذا ويشتي يعمل لقنة يقوم يوقف واللي ثق بي بالشيخ طفاح يثق بي وعارف انه محل الثقة يبقى جالس يلا اللي يشتي اجلسون جلسن عيونكم ما هم اللقنة انا الشيخ طفاح هنا تسمعون للا وكلامي هو اللي يمشي واللي اقوله هو اللي يمشي واللي ما يجباش برا من القرية يلا كل واحد بيته يلا يلا اساس بساس يلا وقف لو جينا نحسب الخوف علتنا الخوف علتنا حيا الله المدير حياك الله الله حياك يا شيخ طفاح حياك يا شيخ طفاح يا بذحين تجح بالبناء بعدك من قبل في يوم باكين ايوه يا شوتر طول طريق وانت ساكتو قلت لنا يلا معي وما قلت لناش فيانو وما في قلنا لكم قرروا معنا موضوع عند الدكتور قمعي موضوع بعدين بتعرفوا اهم حاجه مش حد يعرف هذا الموضوع بديت امك يا قعطر انت بتتكلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خذ يا امه خذ يا امه اهلا 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 الله يرحمك اهلا يا جعفر يا جماعه الله يبارك فيك الله يبارك فيك اهلا يا اهلا ده احنا دارتنا البركه والله يا مرحب يا مرحب يا مرحب ولو اني واخد على خاطري منك يا عم شوتر ليه مات بقى يا راجل حد يرفض واحد زي الاستاذ مبروك ده جال عندك وهو متعشم فيك الخير ترفضه ما فيش نصيب نصيب يا نصيب قلنا ما فيش نصيب خلاص قفلوا هذا الموضوع خلاص قفلوا حيتحكى على هذا الموضوع دكتوركم معي ايوه يا اخوي بس احنا يعني جينا لك لهنا معنا موضوع كبير وخطير يا ربي قول يعني موضوع كبير وخطير موضوع ايه موضوع يا عم سخيف بصراحه يا دكتور قوم احنا واجين لك في موضوع مهم ما حد يعرفه الا شوتر شوتر يه تحاكي طبعا قول يا شوتر يا جعفر بصفته ولي امري هو تحاكي تحاكي نيابه عن ابوي وعن نفسي موضوع كبير وموضوع خطير ما حد داريبه في الدنيا الا ابوي بقى تحاكي تحاكي ايه ده يا جماعه ما تخلصونا تقولوا الموضوع ايه بصراحه دكتور قمعه انا جاي اخطب امك على سنه الله ورسوله كيف يا جماعه لا في مشروع مدرسه ولا حاجه ده كله مشروع وهمي وهمي هدف طفاح كله كيف يكرمط من الناس بيسو اتفائل بخير يا عم فتيني اتفائل بخير وبعدين لو هو وهمي ما كان شي يجي للمسؤول بكله لا عندنا ومعه الأوراق والمستندات هذا مسؤول مسؤول ما شي يجي شي قامل طفاح يا جماعة الخير أنا معتقد هذه المرة إن الشيخ طفاح والمدير جادين في مشروع المدرسة بس الصدق ظلموا المواطنين بالغوا في المبلغ الذي عليهم ظلموهم مالي يا جماعة إذا كان الموضوع كذا عادي ما فيش حاجة احنا عندنا الآن أهم حاجة إنه نبنوا لنا المدرسة دي ونت خارج من شمس ومن مريح يا جماعة زي ما يقولون أخواننا المصريين يا خبر اليوم بفلوس بكرة يبقى ببلاش والمثل اليمني يقول شمس تشرق خبر يجيك خلوا احنا في المهم يا جماعة مدام ان الشيخ طفاح رفض موضوع محو الأمية أنا أقترح نحنا نأملها بالسر هنا في بيتنا طبعا بعد إذنك يا با يا ابني مصلحة الناس ما تحتاجش لإذن ومؤشته لم رجالة وتاك لم حريم اللي يسمعكم شو يقولون احنا حريبين بالعشاش المشكلة في الناس هل الناس بيرضوا يدرسوا بالسر بدون ما يدري طفاح إن كان على كذا يا جماعة احنا لازم نتحرك بين الناس بسرعة ونبدأ نقنع الناس اللي احنا واثقين فيهم أيوة ولو يعرف الشيخ طفاح حرام لا يمطمط عبتنا من شك وطرف أنا أعمل حسابي مقية واحد وصاحبي في مكتب التربية وأدني أنه يهب لي تصريح رسمي وبكذا
يكون أملنا قانوني. طفاح شيقي يدري بالقانون، والله ما هو معبر القانون. طفاح معه قانون واحد بس، اربطوا عرض النخلة ومطوا. يا جماعة أنا رأيي مع الدكتور نوري، وبعدين لا تقزلش اليوم قبل ما تأتي كم شوكة بكرة. وبالنسبة للموضوع علشان يكون سري لازم احنا نجمع الناس ونزكن عليهم انه يكون سر بيننا وبس. اها والذي يكشف السر نمطه نمطه. جوازة تاني يا اما، جوازة تاني ومن مين؟ من شاطر. الله الله. ماله شاطر يا روح امك، راجل وسيد الرجالة ده حتى يكفي طيبة قلبه. وبعدين الرجالة ما بتتعيبش. وبعدين يا جمعة أنا اللي هتجوزه وأنا اللي هعيش معاه، وقلبي اختاره والقلب وما يريد. ما قلناش حاجة ياما، ما قلناش حاجة. شاطر ده كده ياما، ده على الحديدة. على ايه؟ على الحديدة. ليه ان شاء الله يا رحمك؟ هم الأربعة اللي كنت اتجوزتهم قبله كان حالتهم اللضة، أولهم المرحوم أبوك. اسمعني يا جمعة من الاخر كده، يا هتوافق على الجوازه دي يا قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. ياما ياما ارجوكي ياما فكري كويس. ياما انا وانت مش من البلد دي، يعني لما ينتهي العقد بتاعي هسافر، اسيبك هنا وحدك؟ اسيبك لمين ياما؟ اولا من اللي قالك ان البلد دي مش بلدنا؟ البلد دي طول عمرها بلد الكل. وبعدين ما كلنا عباد الله وكلنا مسلمين وعرب زي بعض. مش دي المبادئ اللي انت تعلمتها في المدارس يا متعلم يا مثقف يا محترم؟ وبعدين انت نسيت ان جدك اللي هو ابويا استشهد في البلد دي واندفن في تراب البلد دي وهو بيدافع عن ثورة 26 سبتمبر. الله الله، ما تنشد النشيد الوطني وتسمعيني كده من الاخر ياما. بصي ياما فكري كويس، دي جوازة جوازة. بقولك ايه ياما، من الاخر كده انا مش موافق على الجوازة دي، والجوازة دي مش هتتم. كيف؟ ام شاطر مش الزواج المصري ام جمعة؟ ام جمعة خرجت غطرف قبل احد يسألها، بس حسيت انها يعني متردد، قال حطوني افكر يومين كذا، يعني شكله مش موافق. وانت ما رأيك؟ حر يتزوج كم يشاء، ما حتى لو جاء الولد ماشي يقاسمني على أراضي وعلى ورثة. والله ما يتلى أن طفاح يقاسمني على رباط نخل وعلى غرامة. جعفر امرأة جوزهم قد نزوجين أربعة، من فين تجيب جاهلهم؟ بس هني نفسي أعرف مش توطي أمتي زنبق على دريان. انتبهي يا أمل، حسش أنش تتكلم بكلمة واحدة، والله لدينا نمي زنبقة. ده ثلاث مرات قبل الأكل. تمام. وده مرتين في اليوم، وذا حبة كل ست ساعات. بعد ما تخلص العلاج ارجع لي. طيب شكرا على الدكتور. يلا ها ها تعال 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 وشكرا تعال. حسابك 6000 ريال. واه حكمة، حق الكاس وقيمة العلاج. واه ضربة ايه؟ باقي 2000. واه شحبها هابيلك شحبها لما 6000. لما 6000 يا دكتور، يا دكتور نوري قد الداري 6000، 2000 قيمة حق الكاش و 4000 حق العلاج. 6000 كثير كثير، 6000 خصني حق الكشف كفاية. بس يا دكتور نوري الدكتور عوض حدد الأسعار، ما فعلنا؟ أنا اللي أعالج وأنا اللي أقرر وأنا ليش أدفع مع عوض؟ مش دامعية إيش بيك؟ يا عوض يا عوض خاف الله، الناس في القرية هنا حالتهم حالة، يعني لازم تقدرهم. 500 حق الكشف كفاية، والعلاجات اللي تجيبها الجمعيات الخيرية توزع بلاش. والله صدق شاطر حينما قال أتك أتك ومحسبه. كيف؟ والله على كذا نقفل العيادة ونروح نفتح جمعية خيرية. اسمع أنا هنا اللي قرر وأنا هنا اللي قل كم بكم، تمام؟ واللي يشيب مكرم يتمكرم عند أمه، تمام؟ أبا صباح الخير يا عبد. صباح الخير يا عبد. صباح الخير. الله يحفظك يا عبد. الله يحفظك يا عبد. تفضل يا مجلس تفضل. كيف الشغل؟ والله تمام يا عبد تمام، الحمد لله اني لهنا. كيفك يا بنتيني؟ انا الحمد لله يا شيخ طفاح، بس كنت اكلمك في موضوع. ما قدمنا احنا يا بنتيني؟ يعني 30000 يا شيخ طفاح بصراحه كثيره، وانت عارف يعني حاله الناس هنا ضباحه. انا اشوف انك يعني
تخفض المبلغ. ما معك انت؟ ما قلت له التخفيض انت؟ معك معرض رمضان؟ اسمع تقرص الاقي على السكته تمام؟ مالك من هذا؟ هو ابوه لا يجيبون العجب ولا الصوم في رجب. وبعدين انت وابوك انتوا الرجاله ورونا ما تدفعونش. يمين بالله لا اوريكم حسابكم. اواب ايت ابنيت ولا هي مكابه هابا. لك يا ابني لك يا ابو عاصف ظهري وجانا امس ما لقيتش. سلامتك يا بسر نوري. تعال شوف على ابي شوف ماله. نوري ها تمام نوري. كيف نوري افهم احسن منك؟ اواب معك حق يا شيخ طفاح. دكتور اواب متخصص في العمود الفقري. ايه هذا احنا بحاجتك ابا. ما هو اقصد يعني زي ما تقول يعني قل اه. الشيخ طفاح يقول اه يا اواب. طيب قل اه. اواب ما بينك تكشف علي الا لا. لا دعك الهم يا غالي دعاني همي همك همي همك كل ما